طيب انا عايزاك تقولي بتعرف الحاجة القيمة منين؟ الحاجة الانتيكة، الحاجة يعني الحاجة اللي غالية. الحاجة الغالية بتبقى يا اما منضية يا اما عليها بصمة يا اما بتاعت بره يا اما تكون بحالة جيدة قوي وتكون قديمة قوي. لان شغلنا انا اعرف القديم واعرف الجديد. طيب لما بتلاقي حاجة قيمة قوي وغالية بتقول لاصحاب البيت؟ طبعا ما باخدهاش وبمشي. بعرض عليهم، ممكن يكونوا مثلا الناس دي هتسلم الشقه وتمشي فبيبيعوا كل حاجه فيها. ما باخدش حاجه الا ما يكون فيها سماح ني. لا بتقول لهم ان دي حته غاليه ودي حته كويسه. بيبقى بائع وعارف بجد. طيب معنى دي طبعا. ايه اللي خلاك بعد ما جربت كذا شغلانه تثبت 40 سنه وزياده على شغلانه بيع الربابيكيا؟ احتمال تيجي معايا الغلطه، لان في ناس بتلاقي فيها حاجات كويسه جدا. بنوتك ما قالتلكش مره كفايه بقى الشغلانه دي؟ لا، ما هي عارفه ان انا في شهر 12 باذن الله بدفع تامينات. انا مأمن على نفسي عامل عادي وبدفع في الشهر 170 جنيه. وان انا شغلانتي انا مش متكل على شغلانتي، انا ممكن لو جالي تطلع ثلاجه تنزيل عفش ما اعرفش ايه بشتغل. تمام، يعني شغل الربابيكيا مريح بطلع عتاله بقى اشتغل. تمام. بس طيب. هي بتقول لي طبعا ان شاء الله انت هتطلع معاش في شهر 12. فكفايه بقى، احنا الحمد لله امير ابني جايب الثانويه الازهريه 92% ما شاء الله، مستني التنسيق ما شاء الله بالنسبه للصبيان. واحمد شغال في مطعم اللي هو ورا دينا على طول، وامير ده اللي ورا احمد، وعمر في سنه ثالثه اعدادي نجح ما شاء الله. اربع صبيان. كنت ناسيهم؟ لا ما انا سالتك عندك ولاد قد ايه، قلت بنت وحيده. بنت وثلاث صبيان. طيب بالنسبه للصبيان مفيش حد فيهم غاويها؟ لا خالص. طب انت ما حاولتش تحبب حد منهم فيها؟ ما حدش غاويها. طيب ما جاش عليك وقت في الاربعين سنة اللي فاتوا تقول لا انا عرفت بالشغلانة دي عايز اغيرها؟ لا، عشان انا ماليش اي حاجة اللي هي. تمام. طب امتى ممكن يجي اليوم اللي تقرر تبطلها؟ ان شاء الله قريب. ايه احلى حاجة خدتها من جاردن سيتي؟ احلى نقله او بيعه اشتريتها من جاردن سيتي؟ ممكن يكون طقم لوكينز، كنبه صغيره وكرسيين لوكينز. انت عارف طبعا. تمام، فاهم انا باخد ايه. ممكن مرايه بلجيكي. ممكن. طب طقم لوكينز ده تفتكر انت خدته بكام؟ اخده ب 3000 جنيه، ابيعه ب 5000 جنيه. طيب والنجف البلجيكي؟ النجف البلجيكي حسب حالته. ممكن انا بقدره لو دعبان في الشكل او في التصنيع بتاعه، يعني مكسر او كده، باخده على الوزن كنحاس. لو كده باخده بسعر كويس. عم سيد، انت من معالم جاردن سيتي. قديم. انت من اشهر الناس اللي في جاردن سيتي. نمرتي كلها موجوده في كل بيت في جاردن سيتي، عشان انا امين وبشتري الحاجه وكله بيتصل علي. ربنا معايا ما معيش بيدوني الحاجه، لان انا ساعه يبقى ساعه، نص ساعه يبقى نص ساعه، لو ما فيش فلوس. ربنا يا رب يديم عليك نعمة الأمانة والسمعة الطيبة. في واحدة أجنبية هنا شافتني قالت لي تعمل روتين في الميدان، وعاوز أسمح كلمة ربابيكيا منك. وبعدين جت قالت سمعنا قبل ما نختم، سمعنا كلمة ربابيكيا. يلا سمعنا، بتنادي بتقول إيه؟ بند هنادي. يلا نادي بصوت عالي، سمع أهالينا. بيكيا كل القديم ربابيكيا. عم سيد نورتنا في أهالينا. الله يكرمك.